نوران والله يا استاذ. الله يخليك والله. نعم تحيه للمهندس سعيد طبعا. شوفي هنا كده والله في حاجه ولا في حاجه سمسار؟ الله يخليك يا والله بجد. والله ما شاء الله. انت عايزه تروح اي مكان؟ ما وراش حاجه غير ان احنا نوديك النهارده. الله يخليك. والله العظيم. بس انا عايز اروح مكان بعيدا عن الحر لان فعلا الحر على ودك بقى. انا وديك بقى اوضه الحاج عيد بقى. هتشوف اوضه الحاج عيد بقى. اوضتك ايه؟ اه دي ما بتطلعش منها. يا نهار ابيض. يمكن قاعد فيها اكتر ما قعدت من بعد الاولى ما بدك يا استاذ بقى هنعمل ايه؟ ماتت يا ربنا. يا احمد القلب حتى ايه؟ لا انت كده عامل ايه؟ مش بس ولا ايه؟ حر بس حتى ايه؟ طب يلا حش بس دول الغرب. يلا ماشي حتى يلا على فوق. يلا ازيك يا احمد؟ اهلا. انا بقول لك ازيك يا احمد؟ الحمد لله والله دكتوره. الله يخليك يا رب. الله يخليك. يلا حش بس دول الغرب. يلا منوره الغد بتاعنا حجة ايه؟ الله يخليك. يا رب يا عم سعيد جايب الشنطه بتاعت اللاب. ابوك عيد موجود. بس حلبة حجة ايه؟ هنشوف الحلو كله. هنشوف الحلو كله. الجماعة الحال عادي. اللي ما شفتوش في الدنيا هنشوف عندها الحجة ايه؟ وربنا يحب فينا خلقه. يا رب يا حجة ايه؟ هات الشنطة من عم سعيد لأن هي صراحة تقيلة صراحة يعني. تعالوا. تقيلة تقيلة يا جماعة تقيلة خالص. تعالوا يا ربنا تعالوا. احنا ظلمنا الراجل ده بالموتور اللي هو شايله. استنى يا أستاذ أديك واحد. السفر جاي من السعودية يا حجة ايه؟ تعالوا. ده شنطتي والله فيها اليوم. تعالوا يا أخوي. تعالي. لا هتقول لي والله العظيم. يا مشترك في شيل الشنط. تعالي. عم سعيد كده وشيل الشنطه. يا مشترك. يا مشترك يا اخوي. انت مالك؟ صورته؟ صورته؟ والله يا عم عليه. مشترك. تعالى يا عم سعيد تعالى. تعالى يا استاذه اتفضلي. يا عم سعيد ده انا اخده معايا بقى. انت ده عم سعيد. انت جيت في وقت مناسب ان الجو حر والتصوير بيبقى فيه حيل. والله العظيم. ده ارزاق بقى. انت هتبص لي في الموضوع ده حاجه. لا عمر والله. بسم الله ما شاء الله عليك. شوف عايز اعمل ايه بقى. تعالى بقى شوف الحاجه عند ابوك. ده احمد بقى ولا حاجه؟ تعالى هنا الاول انا اوريك كل حاجه. ده اوضه بحمام؟ شوف هنا كل حاجه موجوده. الله ايه ده؟ ايه ده في المسؤول ده ولا ايه؟ ايوه. ونقول الامنيات؟ يعني لو رميت الفراوليه دي هقول امنيه؟ لا دي مكنه تحت. المكنه دي بتدور بتطلع ميه للارض. ايوه. واخد بال حضرتك؟ انا طول عمري فاكره المكنه اللي بيعملوها كده. ما هي دي. امال فين البتاع اللي بيعملوا فيها كده؟ لا ما هي دي المكنه تحت اهي. المكنه تحت؟ بينزل واحد يدورها ويطلع. طب النبي هاتها كده هاتها الجديده ديت ما شاء الله. يا ده اختراع جديد. طب الدخان بالذات غلط على ايه؟ على الفراوله. طب الميه يعني دي مخصوص للفراوله. هي دي مخصوص كده لاي زرع فواكه. طب اللي هي الميه بتجيبها منين؟ من تحت الارض. يعني هو ده البير. ده البير. ده البير. عاملينه في الصحراء. احنا بنجال يعني. عندنا هنا البير. البير. عندنا في الارض. بنجال هنا يا سعيد. هو البير. برضه. دي الاوضه بتاعتك يا حجي. في حاجه كمان اهي. يا سعيد اخوك. بتسمح يعني برضه كل حاجه عندنا هنا. البدله بتشد منها عشان لو. ولو بطلت المكنه الفتله ايه بتشد منها هتبطل. والجس هنا اهو. عم سعيد. نعم. اوعى تقع حاجه. استعان الله. انزل تعالى. لا 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 والنبي لا والنبي لا. لا لا والنبي لا. لا والنبي لا. تعالى عم سعيد. ده اللي طلع برج خليفه يا استاذه خبرين. برج خليفه. امال ايه؟ قال لهم ما نشتغل على ما نشتغل في اسانسير لازم نطلع سلم. كان شغل الموتور كنت تعلم على الشارع. انت بتتكلم في ايه؟ موضوع كبير يا جماعه. ايوه. هي دي اوضتك يا حاج عيد؟ بص باجي. هي دي اللي هتتجوز فيها ولا ايه؟ هي دي اللي هتدوم في الاخر. يعني شوفوا لك عروسه على الاوضه دي؟ عروسه ايه؟ عروسه على الاوضه. انت ما تعرفش ان الحاج عيد كان هيتجوز ولا ايه؟ والله ما اعرف. وهم ثلاث حاجات كرروا لي بس في حياتي. فين؟ عاوز اعرف. عايز تعرفيهم؟ ببلاش. ما فيهاش حاجه تبع الحريم ده ليه؟ لا هي ما فيهاش حاجه والله لا سمح الله. انت عارف ابوك الحاج عيد ما بيتكلمش في اي حاجه. امال ايه يا ابويا؟ هم ثلاث حاجات كرهوني في الحريم. اول حاجه انا هقول لك على بابي صل على النبي. نقعد وقعد. لا ترى هقول لك قبل ما نقعد. اول حاجه كرهتني في النسوان وفي الجواز المأسوم. عارفه ليه؟ مش عارف. عشان هو اللي بيكتب الدين. وتاني حاجه هو المزول بيكتب العين؟ مين اللي بيكتب؟ بيكتب الجواز. مين اللي بيكتب؟ مين اللي بيعمل الجسام او الكلام ده كله؟ مش مزول. ومين اللي بيكتب الكتاب؟ المأسوم. بس خلاص هو ده اللي كرهني في الجواز. تاني حاجه الشهود اللي بتيجي تشهد وبتكتب في جزيرة الجواز. ثالث حاجة المرحومة الله يرحمها اتفضلي يا استاذ. المرحوم الله يرحمه اتفضلي. هي اللي عدلتنا في الجواز. تعال انا صايم. خد يا عم سعيد. انا صايم بس انا هعملها لك كده لما لما نعملها لك عصير. لا ما نقول لك كده حطها في شفشك. طب شفشك وحطها في النيش. يلا ماشي يلا يا اخوي. انت سامع؟ قومي خبرين. انت عندك بالعريس ايه؟ يا ابو عين خبرين مالي؟ سيبني في الشمس طول النهار. سيبك فين؟ فراولي. تعالى يا استاذ. هي دي بقى
الوراثه بتاعت الحج. اي قاعده تعبانه هيك تمام زي اللي عليها البلد سبتيني ودخلت هنا. ده انا عارف الارض لوحده. هو نام تحت الشجره، هو نام تحت الشجره وبيسيبني انا نجمع الفراوله والفلوس. الميزانه اهي. خد يا استاذ تعالى بسيبني لوحدي في الارض. تعالى خد معقوله هيسيبك لوحدك؟ بينام طول النهار نايم. شو سؤالك يا سعيد؟ لما شفت فيه شفت فيه الحج عيد برضه فراوله. ادي فراوله تحس ان فيها فراوله. والله جميله حجه هي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتر السلام بقل المعرفة. يا بابا سعيد. يا مرحبا. يا دكتور دكتور أبوك سعيد. ألف سلام عليك. الله يسلمك. شوف أنا مش جاي مرة واحدة في الغاب. ألف سلام عليك. الله يسلمك. عندها بالهريسي. وهو نايم تحت شجرة بيقول ما حصلش. البنت عندها بالهريسي يا سعيد أخوي. يا حاج كل حاجة ولها طاقة. كل حاجة ولها طاقة؟ ليه يا الطاقة الشمسية؟ من ساعة ما جيت وأنت بتقول حكم والله العظيم ما شاء الله. لا تبتدي دي ما تاخديش منه غير كلام الحكم. والله العظيم دي ما تاخديش منه. أمال التعويرة اللي في دماغك عاملة إيه؟ حلوة الحمد لله. هو مين اللي فاتح دماغك كده؟ هي وقعت راسي كانت عايزة تشم هوا بعد الخرم. يا راجل خرم إيه؟ هي قالت خرم. أنت شكلها عمتي اتكتب. أيوة ده عمتي اتكتب عمتي. ايه؟ عملت البيت عجرة عشان تاخد هوا كده شوية. هاي كانت عاوزة تتهوى. بغطى الحلة. شوف انا عارفة ازاي مع الصورة بتيجي بتقول لي بغطى الحلة كده وبتتك. غطى الحلة. انا مبسوطة من الحلقة دي والله مش عايزة انهيها. بجد يعني انا مش عايزة اطول عليكم وفي نفس الوقت انا مش عايزة انهيها. اعمل ايه؟ عشان كده مش عايزه اطول برضه على المتابعين. ايوه ان الناس هتمل مننا. ايوه والله العظيم ما انا بقول اهو انا مش عايزه اطول عليهم. انا مش عايزه برضه افتكر الحاجات برضه. انا مش عايزه استنى بس تسيبني بقى. اصبر انا خليك تتكلم وتاخد راحتك. بس انا برضه افتكر احنا مش عايزين نخلص الواي فاي والباقه بتاعت الناس برضه. يعني في الحنين كده الله يكرمك. قلبك على الناس. اختمي انا بنحب والله الناس. يا جماعه زي ما قلت لكم كده انا مش عايزه انهي بس عشانكم هنهي. بس هطلب من الحاج عيد ولا ابويا الحاج عيد زي ما بيقولوا يبقى في لقاءات متعدده. معلش بقى على راسي. معلش بقى على راسي. بس عم اقول لك على انا حبيت الجو. تيجي لي امتى؟ اجي لك انت في الفطار بعد رمضان. ليه؟ يبقى معانا شط الميه جنبي مننا تقول لي لا والراكيه بقى والميه والشاي. ابو جماعه انا استمتعت بالحلقه وانا متاكده مليون في الميه انكم استمتعتم اكتر مني بمراحل لان صراحه المناظر طبيعيه جميله وفي نفس الوقت الناس دمهم خفيف وعسل وطيبه وجمال وكل حاجه حلوه. ما تنسوش بقى الاشتراك والتعليقات الجميله اللي انا هكون على اتم الاستعداد ان انا ارد عليها وسواء كانت كومنتات حلوه او وحشه انا بستناها. يلا سلام عليكم. طبعا يا اخواتي انا اتشرفت النهارده بوجود اختي الفاضله استاذه مروه وده شرف كبير لي والسماع. شرفتنا والله. نورتنا وشرفتنا وشرفنا بيها والله. واحنا اتشرفنا بوجودها والله العظيم اقسم بالله. يوم جميل ويوم ممتع معاك والله العظيم. وكان نفسي امور عيني بس في ان شاء الله لقاءات جايه كتير بعد رمضان لان طبعا هي غصب عننا ما احناش عارفين نعمل معاها اي حاجه. والست ديت عرفتني من عن طريق السوشيال ميديا وانا اتشرفت بمعرفتها اقسم بالله لان معرفتها عندي تسوى مليون راجل. السلام عليكم.